استنفار عسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتوتر أمني متسارع عاشته منطقة كفر شوبا جنوبي لبنان بعد اندلاع مواجهات بين القوات الإسرائيلية ولبنانيين حاولوا التصدي لتجريف أراض في البلدة الحدودية. وحسب مصادر محلية فالجيش الإسرائيلي أقدم على الاعتداء بالقنابل المسيلة للدموع على أهالي كفر شوبا والعرقوب خلال تنفيذهم اعتصاما رافضا لأعمال التجريف ومحاولة تغيير معالم الأرض من قبل القوات الإسرائيلية. وعلى إثر ذلك أعلن الجيش اللبناني حالة استنفار في المنطقة ودفع بتعزيزات عسكرية إضافية لدعم اعتصام الأهالي ووقف عملية التجريف التي نفذها الجيش الإسرائيلي. تحرك الجيش اللبناني وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بالحادثة غير المعتادة، وقالت إن جنودا من الجيش اللبناني وجهوا أسلحتهم الرشاشة نحو أهداف إسرائيلية، كما صوبوا قذائف من نوع RPG تجاه آليات إسرائيلية موجودة في المنطقة. ومخافة خروج الوضع على السيطرة، سرعت قوات حفظ السلام الأممية اليونيفال إلى نشر قواتها في المنطقة ودفعت بتعزيزات عسكرية في محاولة للسيطرة على الوضع. وقال المتحدث باسم اليونيفال أندريا تينينتي تعليقا على ما يجري في كفر شوبا إن جنود حفظ السلام موجودون على الأرض وحتى جميع الأطراف إلى ضبط النفس واستخدام آليات التنسيق لمنع سوء الفهم والانتهاكات والمساهمة في المحافظة على الاستقرار في المنطقة. كما أشار المتحدث إلى أن قوات اليونيفال ستبقى موجودة على الأرض لضمان استمرار وقف ما سماها الأعمال العدائية في جنوب لبنان التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر عند الخط الأزرق.